هيكلمنا أكتر عن موضوع السفر والأماكن السياحية القمر الموجودة في بلدنا أدمن إحدى صفحات السفر المشهورة ماهر منير. لكن قبل ما نروح لماهر ونستقبله معنا في الاستوديو، تعالوا مع بعض نروح من خلال زوم نقابل الكاتبة الجميلة سمر طاهر، وهي من الكتاب اللي كتبوا في أدب الرحلات، وبصراحة أنا بتعجبني كتاباتها جدا وكلامها، وأكيد طبعا وستات مع بعضينا. ألو يا سمر. أهلا بيكم. ازيك يا سمر، عاملة ايه؟ كل سنة وانتي الحمد طيبة. لله وانتي طيبة، وبشكرك على موضوع الحلقة الرائع. بصي بقى يا سمر، أنا أول ما أقول أدب الرحلات في ناس كتير قوي يقولك هي الرحلات، يعني ايه أدب الرحلات؟ قولنا كده يعني ايه أدب الرحلات. بصي باختصار كده، احنا كبرنا على أدب الرحلات اللي هو كتبه أنيس منصور، طبعا أيوه في ناس تانية كتير غيره، بس يعني اللي هو بيزور أماكن جديدة. ممكن مش كل القراء عندهم نفس الفرصة ان هم يسافروا ويزوروا الأماكن دي ويشوفوها كمان بعين يعني الصحفي أو اللي عنده برضو حس فلسفي، فمش بس بيشرح لك ايه الأماكن السياحية الموجودة، لا بيشوف كمان أشياء أخرى أكتر من كده، فبتبقى تجربة ممتعة. وطبعا في غيره كتير يعني، وانا مؤخرا كمان كتبت كتاب في ادب الرحلات اسمه متعه الابحار الى هناك، وانبسطت جدا يعني في الرحله، وانبسطت كمان في كتابته. طب ما وبيتهيألي تكلمينا بقى عن الرحله دي، وكلمينا على ايه اكتر الاماكن. انت لما تكوني قاعده مع اي حد، انا بحب اقول لهم لا انا رحت المكان الفلاني ومصر فيها اماكن حلوه وتقدر توفر فلوس في الحته الفلانيه ومش هتدفع هنا اكتر وهتستمتع بالبحر هنا اكتر، يعني ادينا تجربتك كده يا سما. بالنسبة للكتاب اللي أنا كتبته عن أدب الرحلات، كان طبعا عن رحلات خارج مصر، لكن كمان مؤخرا أنا شخصيا بقيت أكتشف أنه يعني أنا وغيري حتى في قعدات الصحاب كده، أنه إحنا يا جماعة سافرنا يعني بنحاول نحوش ونسافر ونجتهد، وده شيء جميل أنك تلف العالم يعني، بس أحيانا بيبقى جنبينا كنوز قريبة جدا مننا، بس عشان هي قريبة مننا احنا مش عارفين قيمتها او مش بنشوفها. جربتي تروحي رحلة اليوم الواحد يعني زي العين السخنة زي اسكندرية؟ جربت طبعا جربت، وكمان لما بتكون بالمفهوم ده بيبقى فيها شيء جديد، يعني مثلا اسكندرية دي رحلة دايما مع اهلي كمصيف، ايوه لكن لما جربتها كيوم واحد اكتشفت ان هي مش بس بحر وكورنيش، لا هي في مثلا مكتبة اسكندرية، ايوه في بالظبط كده القلعة، في ايوه غير اكلات السمك والحاجات الجميلة اللي انت قلتيها في الانترو دي، كمان في مثلا حاجة اسمها متحف المجوهرات الملكية، ايوه لما رحت اسكندرية كان اول مرة اسمع عنه، فبدأت اتكلم مع صحابي وكده، وبدأنا حتى يعني نحاول نكتشف ايه الاماكن اللي في مدن اخرى مصرية ممكن تبقى قعدنا سنين بنروح المدن دي ومش بنروحها. يعني صح. من اقرب، لو احنا من سكان القاهره والجيزه، من اقرب المدن لينا الفيوم مثلا على الفيوم سبيل مثلا المثال. بالظبط ففي الفيوم الناس دايما بتروحها في بحيره قارون، بتاكل اكله مش عارف ايه كده، بس هي اي كمان فيها حاجات كتيره، فيها حتى اثار فرعونيه، وادي الريان، وفيها شويه حاجات كده اللي هي كنوز خفيه. ما هو احنا لو ما عرفناش الكنوز دي الناس اللي بره حتى مش هيعرفوها، يعني بالظبط احنا لازم الاول احنا اللي نعرفها ونشربها، عشان واحنا بنروح في اي مكان. وبعدين السوشيال ميديا مش نستخدمها بس، ما نستخدمهاش يعني بس لللبس والنظارات وانا واقفه على البحر لابسه الشابو فلانيه، لا احنا كمان السوشيال ميديا دي احنا عايزين نقول للناس العالم كله بلدنا، لان احنا الاسعار عندنا ارخص والاماكن عندنا احلى والمتعه عندنا والسحر الجمال اكتر واكتر. فيعني خلينا كلنا ايد واحده كده يا سمر ان احنا نظهر كل الاماكن السياحيه اللي في بلدنا عشان الناس تعرفها اكتر، واحنا كمصريين نقدر نستمتع بيها كمان مش بس الاجانب. وعايزه اقول لك ان دايما احنا بنتكلم عن اهرامات الجيزه، بس احنا عندنا اهرامات في مدن تانية مختلفه، واهرامات اصغر من منصور ايوه اقدم، بنتكلم عن برضو المتحف المصري، في متاحف تانية برضو خفيه كده، او في قصور كمان ملكيه. عايزه اتكلم كمان على الشواطئ، لانه احنا مش بس عندنا البحر الابيض بالمدن المختلفه بتاعته، احنا عندنا البحر الاحمر، وكل يعني على حسب انت امكانياتك ايه، او انت ساكنه في مدينه ايه، هتلاقي دايما مدينه ساحليه قريبه منك. ايوه يعني بالظبط ناس بتروح صح. اسكندريه، ناس بتروح راس البر، عندك البحر بورسعيد الاحمر بالمدن بتاعته، مدن القناه بالظبط دي لوحدها كنز يعني، بورسعيد بورسعيد، والسويس اسماعيليه، واسماعيليه والسويس، وكل مدينه من دول مش بس عندها شط رائع، فيها كمان يعني طراز مباني وليها شويه حاجات تاريخيه كده مميزه جدا ليها. وكل فاحنا لو بحر وتحسي مميز بلونه، يعني كل ما سهل بالظبط حشيش غير طابة غير الغردقة دهب غير شرم الشيخ غير دهب، فيعني ايه الثروة اللي عندنا دي، ايه بالظبط الثروة السياحية اللي عندنا دي. بصي انا بشكرك جدا يا سمر، ودايما انا عايزاكي بقى معلش اوصيكي تتكلمي اكتر بقى عن كل الاماكن السياحية اليوم الواحد
عشان الناس في اللي ما الاماكن في عندهاش. الكتب الجديده ان شاء الله اكيد دي فكره هايله جدا ان انا بتتكلم عن داخل مصر كمان. يعني يا ريت اللي هو اليوم الواحد، بحيث انا عايزه افتح كتاب كده الاقي مثلا بتقولي لي لو رحت الفيوم هلاقي كذا وكذا، وهقعد كام ساعه، وهنبسط قد ايه، يعني اليوم الواحد. ماشي، نركز على اليوم الواحد. شكرا جدا ليكي، شكرا ليكي. شكرا يا سمر، بشكر جدا الكاتبه سمر طاهر، نورتينا جدا من خلال زوم.